بناتنا من صار من التحرير لحد الان هاي الروس الفروع مضربه من جراء العمليات العسكريه. من التحرير لحد الان هاي هسه تشوف عينك ما خلوا لا شمنته ولا 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 اسفلت. يعني ما حاله هذه. والله انت تعالوا شوف صور وشوف. لحد الان ما حطوا ما بلطوا ما حد جاء لا العاقوب ولا الجبوري ولا اي محافظ ما جاء. كان قبل الضربه مال صندوقي قاموا حطوا بواري، البواري بالشتاء متمطر هذا كله يفيض، ما حد يقدر يفوت ولا حد يقدر يعبر. ماكو والله قوه على ما يفوتون يعبرون. زين وهاي والعرصه الفيضان الى الصدر. ايه كله من ورا الضربات. وجيت انا على المقاول قلت له يا استاذ، قلت له استاذ هذا صندوقي. قال اخوي احنا نمشي ما لنا شغل، احنا نحط بواري، احنا علينا بواري. والله نطالب تبليط الشوارع بالارصفه بهذه الاوساخ، يعني هذا كله يعني هاي نطالب. هاي وحده، اثنين يعني فدنا ناس تعبانه هلكانه. الزهور يركضون يبلطوله، سووا الشوارع، سووا القلابات، سووا الشوارع الرئيسيه، ليش هذا؟ يعني هاي الزنجلي انظر ما عندهم احد؟ ما حد يداعي بحقهم؟ احنا نداعي نقول للمحافظ تعال شوف زنجلي، تعال شوف فقره ميته. انت تشوف المليار؟ تعرف اكو واحد منهم يعد المليار؟ يعرف احد يعد المليار؟ ماكو. يعني المقاول يجي يضرب ويمشي، يجي الاخ يضرب ويمشي، والزنجلي حالته تعسه. والله شوارع تعبانه. لا بلديه تفوت على الفروع، بس هذا الشارع الرئيسي. يعني ما بس يجي على هذا الشارع، الفروع مليانه تكرم نفايات. تبليط تعبان. هاي قبل كم يوم جتنا منظمه سوت من البواري كملوا صبوا، ناس صابين وناس ما صابين، امورنا تعبانه. والله الانقاذ ما يجون، يعني جماعه البلديه يجون بس على الشارع الرئيسي. تبليط ما شملكم؟ ها؟ تبليط والله ما تبليط. هاي من قبل يعني من قبل التحرير ما مبلطين هذا الشارع. الانقاذ شلنا على حسابنا. تبليط صب ما صبوا. نجي نحكي وياهم رافعين خشمهم. تفزع لهم تاخذ هذا وتروح. ماكو والله ماكو شيء. بساعات يفرشون وب 20 ساعة يعمرون. نقول هيك يا يعني بالتفريش يا يعني مستعجلهم بالتعمير ماكو.